بالنسبه للراي نتاعي اخويا في عيد الحب، انا ما كنامنش به نهائيا، خاطر احنا دوله اسلاميه، واخا يعني ما مطبقينش الاسلام بالطريقه الصحيحه، ولكن خصنا نتفاداو بهاد الحوايج هادو اللي باينين، اللي كاينين في الواجهه، خصنا نتفاداوهم ولا بد. هاد العيد الحب احنا كلنا ما نكذبوش، احنا كنعرفوا الاخيره نتاعو كي كتولي، راك فاهم المقصود نتاعي كيفاش. اودي اخويا احنا راه ما كنامنوش بهذا العيد، احنا كنعرفوا العيد الكبير العيد الصغير، هادو هما الاعياد اللي نعرفوا. بالنسبه لهذا عيد الحب كيحتفلوا به الناس، ماشي شي حاجه زعما ما كيزيد حتى شي حاجه وما كينقص حتى شي حاجه فينا. اودي اخويا هادشي اللي كاين. عيد الحب انا جو سي كونط عيد الحب، حيت كنامن بواحد الحاجه، كاين اعياد وطنيه بحال عيد الاستقلال، عيد الحب كاين حب الام، حب الله، حب الرسول، شي حاجه اخرى لا. انا واش نقول لك، انا بعدا عجبني هذا عيد الحب هذا وكذا. هذا عيد الحب بعدا لمن دايرينو، دايرين دوك جوج اللي مزوجين، ماشي هادو اللي كيضلوا في الشارع في المدرسه وكذا، يكذبوا على بعضياتهم وراهم غادي الحب. مات الحب حتى واحد راه يخو الاخر، غادي تفارقوا. انا بعدا بالخصوص انا كنهضر على راسي بعدا. بركاني؟ لا ماشي بركاني، انا شوف بركان كنناظر انا، ولكن نعبر على الراي ديالي بهذا ديال عيد الحب وكذا. انا عجبني بعدا، ديت لصاحبتي الكادو وكذا، حتى هي جابت لي كادو، تبادلنا الشعار. واش غادي نقول، هادشي ما عندي. الحب هو انه انا ما كنامنش به لحقاش كنامن بعيد الام، عيد الاضحى، عيد المولد النبوي، والعيد الكبير، العيد الصغير. هو يوم العالمي للحب، العيد الحب، يعني ما فيها باس الواحد واحد النهار في العام يحتفل بعيد الحب، وراه ماشي عيد الكراهيه ولا الحقد ولا شي حاجه سلبيه. هذا عيد الحب، يعني ما فيها باس الواحد يحتفل، وتقدر تسميه يوم عالمي، ماشي عيد، يعني ماشي ضروري يكون عيد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.